الله توكلنا على الله. خلونا كذا نروح ابو خمسة، مرة متحمست له وفي بعد نواقص كثير يعني. اهلا وسهلا فيكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. زي ما شفتوا رايحة الحين ابو خمسة، ابي اجيب اغراض البيت. بس بنات قبل ما نبدا حطوا لايك واشتركوا في القناة، واللي ما فعل جرس التنبيهات فعلوها، راح تجيكم فيديوهات كثير حلوة. توني وصلت ابو خمسة وكذا بديت اتسوق، بس قلت قبل ما اكمل تسوق خلي اوريكم منتجات الاكل. تذكرون نزلتكم تحدي اكل يوم كامل من محلات ابو خمسة، يعني اكل يوم كامل بخمسة ريال. كلكم قلتوا لي يوم شريتيها ليه ما صورتي لنا الركن حق الاكل، فالحين بصور لكم اياه. نبدا بالقسم هذا اللي اكثره، شوفوا زي هنا لانشون او ما ادري ايش اسمه غير اللانشون، اللي اعرف اللي اشتري دائما تركي مدخن. وهذه تونة المواسم، في منها هذه اصفر. شو هنا في بهارات، توابل تكة، كبسة، موزل، كركم. شوفوا هنا بعد بذور الكزبرة، مرة أحبها بذور الكزبرة مع الشوفان، مع شربة الشوفان تطلع مرة لذيذة. هنا مشروبات باردة، هذه ما أدري ماكاديميا، أها نوع من أنواع المكسرات ماكاديميا، آيس كوفي كوفي عفوا. هذه ايش هذه نكهتها، شوكولاتة، هذه شوكولاتة، هذه فانيليا. شوفوا هنا ايش هذا، دبس رمان. في انواع دبس الرمان تكون طعمها مو حلو، تكون حالية، هذا ما جربته. هذه نفس الشركة بس موية زهر. هنا موية ورد، بس شوفوا الشيء اللطيف هنا، نسكافيه من باجة، قهوة سريعة التحضير من باجة. شركة باجة ترى مرة حلوة، مو شركة عادية، وأظن إنه أصلي، أظن أكيد أصلي. شوفوا ينتهي 2023. في شاهي من باجة بعد، شاي غمدان، حبكة شاي. شوفوا هنا ما ادري ايش الشركة ذي، كاسترد. وهنا الشوكولاتة هذه، يبي اليوم اجي اجربها الشوكولاتات هذه، يعني اشياء تكون بس حلويات. شوفوا هنا نفس دريم ويب، دريم شانتيه فراولة. وهنا شوكولاتة، هنا قطايف. ترى العلب اللي تكون كذا صغيرة يخلوه ثنتين بخمسة مش واحدة بخمسة. هنا جيلي، كريم كراميل. شوفوا مكرونة، ترانا هنا مكرونة حتى هي اتوقع ثنتين بخمسة. شعرية، في مخلل او ترشي. شو هنا حليب مكثف شبيه، اها هنا شبسات. انا جربت معاكم شبس راجا يجنن، كثير بنات زعلوا قالوا كيف ما تعرفين راجا، من جد انا اسفه، احد ما يعرف الجمال هذا؟ بس من جد مش متوفر عندنا، يعني مش كثير ينباع. انا بصور لكم الشبسات، شوفوا اذا في شبسات مشهوره ولذيذه، مرام يعرفها واحبها، بس انتوا شوفوا لانه راجع طلعت ما اعرفه. شو هذا، هذا بعد اللي بشركة حلوة وانتوا تعرفونها اكتبوا لي تحت. هذا عاد اعرفه، الشركة هذي اعرفها وعنوك فيها مرة حلوة. لا مش هذي، مش هذي، نوع ثاني اللي نفس الدائرات، دائرة عرفتوها نفس اسمه بس كأنه مختلف. هذه اعرفها، لا ما اعرفها الا غندور، بس ما قد جربتها. بس
الشركه حلو، غندير شركه حلوه، سعره حلوه وهي حلوه الشركه. البطل اعرفه دائما اخذ منه. شو هنا في موالح، عرفتوها الموالح اللي تشوفين كذا تاخذون محلات المعجنات وكذا، شوفها مكيسه. في هذه اللي بالشرطه، هنا شو، هنا خبز التورتيلا، في الأسمر وفي اللي يكون بالفلفل بالشرطة أحمر برتقالي أورانج. هنا اسمها مودي شركة ما جربتها. وين نبات تكملة للأغراض، شوفوا ثلاث حبات 75 زي كذا ثلاثة مع بعض. هذي بعد والكيت كات بعد ثلاثة. هذه كم حبة مع بعض؟ ثلاثة. هاي ثلاثة. قسم شوكولاتات كامل، هالقسم ما أذكرني كان موجود، ما أذكرني شفته. المهم ان كل اللي موجود هنا اغلبه مستورد. شوفوا هذه مره يجنن، هذا مستورد ترى مش عادي، مو نفس اللي تلاقونه في السوبر ماركت. تحمست اخذ واجرب يعني معكم واشوف حلو طعمه ولا لا. شوفوا هذا بعد، وهذا باخذ لك كذا مجموعه واجربها وياكم. هذا احبه مره، احبه اللي بالاوريو. نفس فكرة الكندر اللي بالحليب. هذا دارك ميل، دارك شوكليت وميلك مع بعض. لا لا الرقم هذا ما يتفوت، لازم اخذ منه واجربه. شو هنا بعد، ترى هذا مرة كنت احبه وانا صغير، كنت اموت فيه، كنا نسميه شوكولاتة الزرافة. ليش ما ادري. هذا بعد احب، لا مش هذا، وين اللي كنت احبه، تكون نفس الدائرة شوكولاتة وداخلها كراميل، بس شكلها مش موجودة. بنات والله ريقي قاعد يسيل، مرة قاعدة اتحمس اشتري، بس بروح اخذ اغراض اللي ابيها من بخمسة، واصلكم جولة كذا سريعة، بعدين ارجع اخذ الشوكولاتات واجربها معكم في البيت ان شاء الله. فيلا خلنا نتفرج. كله بلاستيك، زي ما قلت لكم إذا كانت القطع كبيرة تصير حبة بخمسة، إذا صغيرة زي كذا شركات مين ثنتين 5 ريال، ما في أكثر. في بعضهم يقولون خمسة فأكثر، لا المحل هذا اللي روحه اسمه أمازون السعودية ما فيه إلا 5 ريال، ما فيه 10 7، ما فيه الكلام. شو هذول اثنين مع بعض 5، شو هذول يشبهون اللي عندي، مع إن اللي عندي ما أخذتها من بخمسة بس مرة يشبههم. مقاوم للحرارة والبرودة والخدوش كل شيء، يعني ما شاء الله صحن خارق. ترى أكثر شيء جاي أخذ أشياء بلاستيك كذا، بس لازم أمر على محل الأكواب، لازم الأكواب المواعين لازم أخذ جولة كذا. بس مرة حلوين في الفطور، حط لكم حبة مثلا مربى، حبة جبن، كروسون، مرة حلو الفطور، طلع شكله حلو. شو هذول كم حبة، 5 5 حبات، مرة حلو سعرها.
شوفوا الصحن الصغير كتمي ثلاثة صحن صغير خمسة أو اثنين صحن وسط بخمسة. هذول يعني هذول أتوقع وسط، هذول أتوقع كبير صغير يمكن مثل هذا. شوفوا هذا كبير صغير، شو هذاك مرة حلو لكم إياه. تخيلوا في الفطور بعد، أنا صحون بخمسة تعجبني الفطورات. شوفوا مرة يجنن، مرة يجنن. أتخيل تحطوا فيه مثلا بلوبيري قطعتين أو ثلاث، مش قطعتين أكثر يعني، مجموعة كذا مكسرات يعني. فطوركم تحطوا فيه أربعة خمسة صحون زي كذا، تحطون أشياء كميتها قليلة بس تكون جدا مفيدة، مكسرات فواكه كذا. اسم هذا بعد يجنن، بس لازم تنقون بحرص يعني، تعرفون تختارون. ولا في أشياء كثيرة مرة حلوة. اليوم ما راح أشتري فوط، بس المرة الجاية إن شاء الله بجي بس أخذ فوط ومناشف أشياء تنظيف البيت. هنا بعد يحمس في أشياء يعني تحس إنها قوية، زي هذا ما شاء الله مرة قوي. هذا يكون يمكن ثلاث حبات بخمسة أو حبتين. شوف انا راح اجيب لي عربية وببدا اشتري اغراضي على السريع واحاسب فيها، واذا رحت ان شاء الله بوريكم اياها. اشوفكم في البيت. شوكولاتات احسبها حاس، هي اكل اول شيء حاسبونها. بس والله هذه اغراضي جميله، بروح البيت ان شاء الله واصورها لكم ونذوق الشوكليت مع بعض. شوفوا طعمها. هلو بنات، رجعت لكم مرة ثانية. رجعت البيت سويت لي قهوة كذا عشان أصحصح، اليوم شوية شوية أبي أسهر ما أبي أنام بدري. المهم هذه مشترياتي خلي أجيبها لكم هنا، بس ما أدري الكيس مرة كبير ما أظن إنه. شوفوا على العموم بسم الله، أوتش مرة ثقيل. شوفوا قطع كثيرة صراحة وزعتها يعني كذا يحتاجونها، تكرمونا كاس زبالة سفر وكذا. أبو خمسة هذا اسمه أمازون السعودية، ترى مرة يجنن مرة حلو، وأسعاره كل شيء بس 5 ريال. وأخذت بعد الشوكولاتات هنا، الكيس هذا كله شوكليت وأغلبه مستورد. ودي أفتح مع هالقهوة ذي، ودي أخذ لي قطعة شوكليت. خلي أوريكم الشوكولاتات اللي أخذتها على السريع، ويمكن أفتح قطعة أكلها. أخذت الشوكولاتة هذه، شوكولاتة الطفولة، أتوقع الكل يعرفها، كان اسميها زرافة، يمكن كان في إعلان إنه زرافة تاكلها أو تشبه الزرافة ما أدري. أخذت هذا، هذا بعد، وأخذت جلاكسي كريسبي بإيش بالعسل. شوفوا مرة شكله يحمس، أي شيء جلاكسي صراحة أحبه. أخذت منه أتوقع، لا بس هذا اللي أخذته. وأخذت كادبري أوريو بعد مرة أحبه، خليني أقرب لكم عشان تشوفون الزوم، مرة أحبه. وبعد كادبري أخذت هذا النوع في البندق، شكله حلو. بعد هذا مستورد، أي شيء بتلاقون عليه العملة هذه في إنه مستورد. وأخذت بعد هذا، تمام. وآخر شيء أخذته هذا من ميلك واي أظن، شوفوه نفس فكرة الكندر بالحبات. شوفوا من شوية كان لي نفس، والحين يوم شفت كمية الشوكولاتات هذه للأمانة سدت نفسي،
قسمه لنفس. القهوه جمال جمال جمال. لا لا خلوني كذا اشرب قهوتي واروق وارجع لكم. اول شيء جبت هذول، بسم الله. الحين انتم عارفين الصيف جاي، فاكيد راح يجي اوقات مثلا نروح بحر، نروح استراحه، الاجواء هذه، فهذه القطعه كثير احتاجها. اذا جينا نسوي موهيتو بنحط ليمون، بنحط فراوله، بنحط الاشياء كذا حقت الموهيتو، فنحطها هنا مبدئيا، بعدين ممكن نوزعها في العلب. القطعه الثانيه تكرمون تكرمون تكرمون، هذه حذيان كذا الحمام رجال، حمام رجال التكرمون الشوز اللي كانت فيه مره صغيره، فهذه حسيت مقاسها حلو. كبيره ترى هذه، ما ادري لا تكون صغيره بعد، بس مقاسها 41، شكلها حلو حقت رجال كذا. شوي وهذه. واما بالنسبه انه البلاستيك مسرطون وكذا، ما نحطها على طول وهي مغليه، لا نخليها لين تفتر شويه بدكي. هات الاكواب هذه بخمسة ريال بس، شو اقول لكم مره تجنن. لا مش هذه، ترى هي كبيره بس في حبات طاحت علي في الارض، شوفوها. اتوقع انها كانت الكوفي او مقهى، اتوقع لانها مره شكلها شوفوا كبير. شوفوا هنا نوعيه الورق مره تجنن، وشكلها كذا مره ذرب. حاطين لكم تشيك بوكس على الاسبريسو، سيرب، ميلك، كوستوم درينك، فهمتوا؟ فمخليها كذا شكلها حلو وحجمها مره يجنن. خلي اوريكم مقارنه بينها وبين هذه العاديه. هذه العاديه خل افتحها، العاديه مقاسها تحسونها اصغر شويه، بس تدرون اني اخذت من هذه اربع حبات بس وديتها المطبخ، تمام؟ وجبت من هذه اتوقع حبه ولا حبتين، بس كنت احسب هذه جبتها بالغلط يعني، ما جبتها متعمده. بسم الله. شوفوا هذا الحجم العادي وهذا اللي اقول لكم عليها. شايفين اصلا حتى لون البلاستيك تحس انه يفرق، هذه مره تجنن. هذا جبت يمكن اربع، وهذا جبت واحده يمكن بالغلط افكرها نفسها يعني ما ركزت، بس صراحه فرق كبير. بس هم بعد احبها طلعات البر، ترى احنا نطلع البر كثير بس الحين ما اصور لكم. طلعت بر، حديقه، الحديقه نروح بس مش زي البر. المهم انه نحط فيها اي شيء، اي شيء، سوينا كيك، سوينا حلويات، نحط فيها تمر، نحط فيها اي شيء، مره حجمها حلو، مش يعني مش مسطحه كثير، لا فيها شويه عمق. بعد بخمسه، اي شيء راح تشوفونه راح يكون خمسة ريال. جبت تكرمونه كاس زباله وزعتها، بس شكل هذه نسيتها بالغلط في الكيس. مقاس الجالون 50. ايش اخذت بعد؟ واخذت مكانس، يمكن شفتوني وانا حاسب وما صورتها يعني، وما جبتها هنا، حطيتها في المطبخ. جبت هذه بعد، مره شكلها حلو، عجبني ان المكنسه حقتها مره صغيره. جبت بعد هذه، بعد شكلي نسيتها في الكيس. هذه جبت منها يمكن 10 حبات. بعد الصفر جبت صفر كثيره بس وزعتها، بس هذه نسيتها. ترى هذه مش من النوع المفضل لي، راح في نوع ثاني احبه، بس قلت هذه ناخذها للطلعات لانها يعني للبر والحدايق وكذا، لان شوفوا كل روله بالحالها، قلت اخليها في السياره كذا للطلعات، ولا النوع اللي احبه لا يكون اسم يعني عريضه شويه. اخذت حصالات، كثير احب اجيب حصالات كثير، مش كل، بسم الله، مش كلها استخدمها يعني. الحين انا باخذ واحده ثلاث حبات بشوف مين يبيها يعني من البيت، من اقول لهم كذا احمسهم، ايش رايكم تسوون حصاله، ايش رايكم تحطوا في كذا، احمسهم، فهمتوا؟ عودوا انفسكم يكون عندكم حصاله، اطفالكم، البيت، عودوا انه دائما تشتروا حصالات. حتى اللي ما يحب يوفر او ما عنده مجال يوفر، حتى لو حط شيء بسيط بس كذا يتعود انه يحط في الحصاله. اخر شيء، اخر شيء اخذت الملاعق هذه. بعد الملاعق هذه حلوه للفطورات لو كان كذا احد بيطلع. بس هذه كانت مشترياتي من بو خمسه، ان شاء الله يا رب تعجبكم. كان ودي اني اجرب معاكم الشوكليت الحين، كنت مقرره وكان فيني حماس، بس يوم رجعت البيت حسيت اني ما ابي، بعدين يوم جيت اطلع حسيت انه لا ابي. انا ترى كذا في الشوكليت ممكن اقول يلا بنات خلنا نسوي قهوه وناكل شوكليت، يكون مره فيني شوكليت، بس يجيبون القهوه احس اني لا ما ابي، عرفتوا؟ تعرفون الشخص اللي يجي احد تسالونه وتقولون له تبي اكل، يقول لك لا ما ابي،
يقولوا لك بنسوي، تقول ما ابي برجع لحد يجيب لي اكل، واول ما يجيبون الاكل اغير رايي، ليش لا جيبوا لي تعالوا باكل معاكم وكذا وازاحم معاهم. انا شهيتي غريبه شويه، فيني شهيه شويه مش مره. المهم بخلي يوم كذا يكون لي مود اكل حلويات، واسوي لي دله قهوه عربي واجربها، مو اكلها كلها بس اجرب من كل علبه قطعه ونذوقها كذا مع بعض، واقيم كل شوكليت بالحاله. فانتظروا الايام الجايه ان شاء الله اشوف يوم كذا لطيف واجربهم. ان شاء الله ربي عجبكم الفيديو، لا تنسون بنات حطوا لايك، اشتركوا في القناه، سووا شير للفيديو هذا لاهلكم صديقاتكم، خلنا نكمل 100 ألف بسرعه. وبس والله اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.